بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتقت لكم أحبتي الكرام، وكما أنا والله سعيد بكم، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا في هذا الشهر من العتقاء والسعداء، ويحفظنا البيوت والأبناء، ويرحم من مات من الأمهات والآباء، وأن يجعلهم في الجنة مع الأنبياء الأولياء، وأن يتمم علينا ما بقي من هذا الشهر، وأن يعطينا ولا يحرمنا، وأن يزيدنا ولا ينقصنا، وأن يجعل لنا في هذا الشهر نصيب، وأن يكون سبب من أسباب دخول الجنة من باب الريان يا رب يا رب. أيها الأحبة، لازلنا في رمضان، قصص رمضان، قصص رمضانية نبوية. قصة اليوم في مكة، نعم في مكة. يا مكة الخير، يا أرض المسرات، يا مهبط النور، يا مهد النبوات. قصة اليوم عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم يدخل إلى مكة في رمضان، في رمضان ليفتح مكة، لكن على طرف مر الظهران وهو وادي فاطمة، وهو يعتبر بوابة من بوابات دخول مكة، 10,000 كل قبيلة معها راية، راية الأنصار يحملها سعد بن عبادة. كان على طرف الوادي الضيق في الوادي أبو سفيان والعباس، ينظر أبو سفيان إلى الجيش، فقال سعد بن عبادة عندما رأى أبو سفيان، قال له: اليوم يوم الملحمة، اليوم تذل قريش، اليوم تذل قريش وتستباح الكعبة. فغضب أبو سفيان، فلقي النبي، قال: يا رسول الله، أنت أمرت بقتل أهلك وقومك؟ قال: لا والله. قال: اسمع ماذا يقول سعد بن عبادة، اليوم يوم الملحمة، اليوم تذل فيها قريش وتستباح الكعبة. قال: كذب، اليوم يوم المرحمة، اليوم تعز فيها قريش وتكسى فيها الكعبة، تكسى فيها الكعبة. لا، كعبة ربي أهواك، والقلب يهيم بذكراك، ودموع الشوق تغالبني، لا يرحم شوقي إلاك. الكعبة الطواف حولها كعتق رقبة، عندها الحجر والحجر والمقام، بجوارها الصفا والمروة، عندها ماء زمزم خير ماء على وجه الأرض، الماء المبارك. لما دخلوا، طبعا أخذ الراية من سعد بن عبادة وأعطاها لقيس بن سعد بن عبادة. ثم دخلوا إلى مكة، أول ما دخل النبي إلى مكة دخل معظما للكعبة، حتى أن كان النبي مطأطئا رأسه، حتى أن لحيته مست رحله من شدة تعظيمه لهذه البقعة. عظموا ما عظم الله، عظموا ما عظم الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذه البلد عظيمة، كل من هم فيها بسيئة فإن الله توعده، ومن يرد فيها بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إذن من أراد وهم بمعصية ولو في مكان بعيد فإن الله توعده، كما قال ابن عباس: من هم بعدن أبيض أن يؤذي أو ينال من هذه البقعة فإن الله توعده بعذاب أليم. إذن أيها الأحبة، عظموا هذه البقعة. النبي لما دخل عليه الصلاة والسلام طاف عليه الصلاة والسلام، وطبعا قبل أن يطوف ضرب الأصنام وتكسرت، ثم دخل إلى الكعبة، وقبل أن يدخل طمس كل مظاهر الشرك في داخل الكعبة من الصور لإبراهيم وإسماعيل ومريم وهاجر، ثم طمس ما فيها من مظاهر الشرك، ثم دخل وأغلق الباب. من معه في داخل الكعبة؟ تصوروا من معه: بلال، وأسامة بن زيد، وعثمان بن طلحة بن أبي طلحة الذي سادنا الكعبة، الذي معه مفتاح وقد أسلم، قد أسلم. دخل فصلى بعد أن أغلقوا الباب، بعد أن انتهى من الصلاة فتح الباب، ووقف على الباب، وتحت الباب 2000 من الذين من مشركي مكة، من كفار مكة، منهم الذي سبه وشتمه وطرده وآذاه، منهم من قال عنه مجنون، ساحر، كذاب. النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليهم، تذكر ما كان منهم عندما آذوه وسبوه وشتموه، نعم سبوه وشتموه وآذوه، ما كان يرد عليهم صلى الله عليه وسلم. قالوا: سكت وقد خوصمت. قلت لهم: إن الجواب لباب الشر مفتاح، الصمت عن جاهل أو أحمق شرف، وفيه أيضا لعون
وفيه أيضا لصون العرض إصلاحه. أما ترى الأسد تخشى وهي صامتة والكلب يخشى لعمري وهو نباح؟ ما كان يرد على أحد أبدا صلى الله عليه وسلم، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. بل عندما أتاه ملك الجبال قال مرني أن أطبق عليهم الأخشبين، قال لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. فأخرج من أبو جهل إكرم ابن أبي جهل، وأخرج من الوليد خالد بن الوليد، وأخرج من العاص عمرو بن العاص. يا الله يا الله، ما أعظمها من رحمة صلى الله عليه وسلم. فوقف على الباب، نعم وقف على الباب، وإذا به ينظر الذين ظلموه، من بني جلدته، من قومه، من أهله. وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي. أقول لكل من يشاهدني، لا تظلم، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فإن الظلم مصدره يفضي إلى الندم. تنام عيناك المظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. انتبه، دعوة المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب. يقول الله في شأن الدعوة لأنصرنك ولو بعد حين. اتقي فإن دعوة المظلوم فإن ليس بينه وبين الله حجاب، والمظلوم له دعوة مستجابة. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام، في ختام هذا اللقاء نسألك أن تجعلنا من العتقاء السعداء، واحفظ لنا البيوت والأبناء، وارحم من مات من الأمهات والآباء، واجعلهم في الجنة مع الأنبياء. يا من يحب العفو اعف عنا، يا ستير استرنا ولا تفضحنا، يا أهل التقوى المغفرة اغفر لنا، يا من رحمته وسعت كل شيء ارحمنا، شافي مرضانا عافي مبتلانا، احفظ بلادنا وأرضنا وأهلنا، اجمعنا ولا تفرقنا، وحدنا ولا تمزقنا، اجعل لنا في هذا الشهر نصيب، اجعل لنا في هذا الشهر نصيب من العتق وباب الريان، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.